اسمع لي ما بيا تجيو الناس كيتغاوتوا. اسم محمد، اسم محمد نور، العافية شاعلة. اسم محمد نور، انا نتعريان كنجري سالي بانت لي العافية شاعلة عدي. ما بقى عدي ما ندير. اول ما شعلت ضربت الراس ديال النادر قدام، ضربت النص ديال النادر، طلعت بغيت نعتق شي بالا تلاحت عليا العافية، زقت هربان. ما كاينش شي ثلاثة دقائق او اربعة تبانت لي العافية شعلت في ولد عمي، ولد عمي شد خدت البيل انا من عند ولد عمي اخر، سنيت البيل تبان لي المجرم راه غادي هربان. مشيت تابعو تال دارهم، تال دارهم ملي مشيت تابعو انا الدراري غاديين بيه، وعيط لي في التليفون كيقول لي اسم محمد راني ما حارقكش انا، شكون حارقني ما عرفتش. قلت لي ملي ما عرفتيش قول لي غير شكون اللي دخل عندك. ملي تقول لي شكون اللي دخل عندك غير تبرد غير النار في قلبي. ما بغاش يقول لي، كيقول لي ماشي انا، وما بغا وما بغاش يقول لي حتى شكون. على حسابش راه زيد المجرم راه داخل ما كاين لا عصا لا والو. كون كانت باش غادي يقر، باش هذا غادي يقر، غادي يشدو غادي يقول لهم لا ماشي انا، راه دري صغير، دري صغير اللي ما عطيتيهش العصا ما غاديش يقول لك ديك الحاجه. عاد بنادم صغير غير نمشي معاه بلاتي احسن، ما غاديش يقول لك الواقع، غادي يقول لك داكشي اللي في قلبه. ولا دارت العصا غادي يقول داكشي اي واحد معاه غادي يقول هاد الناس. ها هو ضيع بتراكتور نسيبي انا، طالبوا من عندو اي واحد قال لي بغيتي البال، كنقول لي اه الله يكثر خير، كيقول لي جيب على شديه الكارو عندي خاسر، طالب تراكتور بكارو كنجيب اللي قال لي، قال لي التفن كنمشي عندو بالتراكتور ديال نسيبي كنجيب من عندو نجي، والله يخلصهم من عندهم. على حسابش ابقاو فيهم هذوك البهيمات غادي يموتوا لي بالجوع. انت كتشوف الزريعه حالتها كيدير، البهيم ما كاين ما ياكل والو. انا هادشي علاش كنقلب، كنقلب على المجرم ديالي، انا بغيت الحق ديالي يبان، هذا هو اللي بغيت نعرف. انا ما طالبش شي حاجه، طالب حقي بغيته يبان، وبغيت المجرم ديالي يبان، هذا هو اللي بغيت نعرف. انا واحد وكيقول لك ما معترفش، على حسابش مسدود، على حساب كتمشي تحنا نكتبوا لي التنازل ويخرج يخلي الاجرام تكثر. هادشي اللي بغاو، بغاو الاجرام تكثر، انا نكتب لهم من غدا التنازل، يجي ويدبر العصابه ديالو ويدير داكشي يكمل داك الحلم ديالو يحقه. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.